يلا كمل. انت رحت للشق الفني وبتشتغل في الشق الفني، هو انت فين في التدريب دلوقتي؟ وليه ما مسكتش في مثلا في المنتخبات؟ مسكتش في نادي الزمالك ليه؟ هنتكلم عن المنتخب الاول طبعا، بما انه هو بالظبط. الـ عارف الـ الفقري اهو. انا كنت فقري، كنت ماسك نادي دمنهور في الممتاز بيه، وكان فاضل لي 4 مباريات اكسب منهم مباراتين اصعد دوري الممتاز. فللاسف كلمني حد كبير في اتحاد الكوره ربنا يرحمه، يعني قال لي ان انا لازم اسيب الماتش ده علشان هو عضو مجلس شورى موجود في البلد دي، ولازم اخسر الماتش ده. البلد اللي فيها النادي اللي انت هتقابله. وكده كده 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 هم حاطين في دماغهم ان يصعدوا النادي التاني، لان دمنهور ما عندهمش فنادي واغلب الانديه الدوري الممتاز بتشتكي من كده. ونظير ده انا همسك المنتخب الاولمبي يعني، وخلاص اوكي. وحكم انت المباراه بتتكلم كلام خطير على فكره. انا بكلمك، بص يا شادي ده انا حصل؟ والله العظيم ده حصل، انا بكلمك دغري. وايه اللي حصل بعدها؟ وبعدها ان انا كسبت المباراه دي 5 والفريق ده نزل، لان كانت في نهايات الدوري يعني. وبعد كده انا جيت خسرت من ماتشين بفعل فاعل يعني، وكنت يعني زعلان جدا ان دمنهور ما صعدش في الوقت، لان كنا مجموعه كويسه، مجموعه تعبت، اولاد تعبوا، اولاد شقوا كتير جدا، ما كانش عندنا اي فلوس، ما كانش عندنا اي حاجه، اللهم الا مؤسسه جماهير دمنهور، وليهم كل التقدير والتحيه طلبوا منك والاحترام. صراحة كده؟ والله طب رديت العظيم عليهم وقلت لهم منك؟ قلت للحكم لو المباراة دي خرجت بأي حاجة تانية أنا مش فارق معايا، هطلع بكرة أتكلم في الجرايد وأقول الكلام اللي حصل ده. راح الحكم بقى فير، فكسبت المباراة دي، كسبتها حتى 5. بس إنما بقول لك أنا كان صعبان عليا اللعيبة والجماهير بتاع دمنهور اللي كانوا بيأذونا في كل حتة، جماهير بص أقسم بالله العظيم تتحط على الجرح يطير زي ما بيقولوا، كانوا مؤذين بشكل كبير جدا كل مباراة معانا. فكان صعبان عليا دي، عشان كده انا بقيت بره اتحاد الكوره خالص، ما بيفكرش فيا عكس الناس التانية يعني. للاسف دايما الناس الدكتورين الدكتاتور بيبقى عايز ناس ضعفاء وراه، فيجيب بقى في اتحاد الكوره الناس وانت قوي ولا ضعيف؟ لا انا 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 قوي بمكانتي، بعلمي، باللي انا افهم فيه. انا بفهم في الرياضه عشان ابقى مدرب، اخدت اعلى دوره تدريبيه في العالم من الفرنش فيدريشن 110 يوم، اخدت كل الدورات اللي في مصر، ثقفت نفسي بشكل كويس جدا، عملت متابعات كتيره طب جدا. ليه ما مسكتش المنتخب الاولمبي؟ ليه ما رحتش مساعد مع كروش؟ ليه ما رحتش ما هو عشان انا بقيت بره الموضوع. ما انت شادي بص، طب ليه ما في خدتش ناس، منتخب الشباب على الاقل؟ ما هو عشان ما هو انا بالعلم ده انا كله ما اللي انت سمعتش، بتقوله.